الاستاذه لما جبريل قالت ايه نتائج الثانويه العامه. شوف ازاي يعني ازاي المجتمع يتصور ان الدوله ممكن تعمل حاجه ضد مصلحه ناسها، وإحنا احنا قاعدين نعمل ايه؟ احنا قاعدين نعمل ايه؟ لو انا النهارده هعمل لك في التعليم مشكله، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا لا لا، جاب 90% هيخش كليه الطب مثلا. طب قبل كده كان بيجيب 99، طب بقى بيجيب 80 هيخش كليه الطب برضه. ليه؟ احنا بناخد اعلى الدرجات، الدرجات دي قلت مش معناه انه ملوش مكان. لا لا لا، ليه مكان. وانا مش عايز استبق، يعني لسه كنت بكلم الدكتور طارق في الموضوع ده من شويه، والدكتور طارق هيطلع يعني لكم يتكلم في الموضوع ده، هو وزير التعليم العالي، والهدف كله ان هو يعني يؤكد على الاطمئنان اللي انا عايز اوصله لكم. الامتحانات معموله، والاجراءات اللي اتعملت ما كانت اتعملتش عشان تعذب الاسر وتضيع مستقبل ابنائها، ولا يبقى احنا ناس مش كويسين.